في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف تتعرف إلى أهم أو الآداب التي يسن التحلي بها عند الذهاب إلى الصلاة مثلا، وكيف حث الإسلام على الطهارة والنظافة في الأحوال جميعها، وربط الطهارة ببعض العبادات كالصلاة فجعلها شرطا لصحتها. سنتحدث حول مفهوم الاغتسال وأركانه وتوضيح النية التي يكون محلها في القلب، والحديث عن أنواع الاغتسال وحالاته كغسل الميت والجنابة وانقطاع دم الحيض والنفاس ويوم الجمعة والإحرام للحج والعمرة وصلاة عيدي الفطر والأضحى والدخول في الإسلام وغسل النظافة بشكل عام. ثم سنتعرف إلى سنن الاغتسال كالتسمية والوضوء والتيمم وتخليل الشعر لإيصال الماء إلى منابته، وهكذا سنذهب إلى جزء اختبار المعلومات من الدرس. ثم سننتقل عزيزي الطالب ليوم بدر، وهو درس آخر سنتحدث من خلاله عن هذا اليوم العظيم. سوف يبدأ الطالب في هذه الحصة أو في هذا الدرس بالتعرف إلى معركة بدر الكبرى، التي هي أولى المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون مع مشركي قريش، والتي انتهت بانتصار المسلمين. أولاً سيتعرف الطلاب إلى أسباب المعركة، ثم كيف استعدوا للمعركة والتعرف إلى منطقة بدر وأحداث المعركة ونتائج المعركة. سينتقل الطالب بالتتالي يتعرف إلى ما حدث في تلك المعركة، إلى مصطلح الكر والفر ومصطلحات أخرى سوف نناقشها، بالإضافة إلى أي معلومة زيادة يستزيد بها الطالب من كتاب اللغة التربية الإسلامية.